اعملوا ايه بقى الفترة اللي جاية يا احمد؟ الناس بتنتظر تطور كبير في حتى مع بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله امسك الخشب، يعني مع التطور الواضح والكبير خلال الشهرين اللي فاتوا تحديدا. الناس بتنتظر دايما الاكتر، وصلت المليون لا عايزين 2 مليون، وصلت ال 2 مليون لا عايزين 4 مليون. الناس يعني زعلانه وبتخش تعاتبنا ان ازاي قناه الاهلي عليها 2 مليون بس، يعني هم محتاجين اكتر هم نفسهم. لا احنا عندنا 6 وشويه، لكن انا بتكلم على الفيوز. الناس دايما عايزانا نبقى احسن، عايزانا نقدم حاجه مختلفه، وده اللي خلانا فكرنا في فكره الاهلي اونلاين تي في. دي طلعناها مع تزامنا مع تطور القناه والاستوديوهات والحاجات الكبيره الجميله اللي بنشوفها هنا. احنا قلنا هنعمل المشروع ده على 3 مراحل. اول مرحله هي مرحله البث التجريبي، ودي طلعنا برنامج يلا يا اهلي، ده بيطلع يوم الماتش الصبح، وطلعنا بالنشره الانجليش بتقدمها زميلتنا يمنى عطوه، دي 24 سنه بس عفريته يعني موهوبة جدا. وطلعنا برنامج الفار مع احمد نادر، ومعانا درع الاهلي احمد ايشو، ده ايشو جميل، ايشو جميل على بص على، وعنده بقى مذاكر بطريقة غريبة. دي كنا مخلينا دي المرحلة الأولى، دي كنا بنعمل تيست لينا كتيم. معلش في النقطة دي تحديدا، هل يمكن الاستعانة باخواتنا اللي موجودين على السوشيال ميديا؟ عندنا النادي الاهلي قوي جدا على، او محبين النادي الاهلي اقوياء جدا على السوشيال ميديا، ممكن نستعين بحد خلال الفتره اللي جايه برضه؟ ما انا لسه كنت جاي لك بقى في باقي المراحل. قلت لك المرحله الاولى دي كانت المرحله الاولى بتاعت مشروع الاهلي اونلاين تي في، اللي نشر الانجليش والفرنش كمان طلعناها عشان نخاطب كل افريقيا، والفار ويلا يا اهلي ودرع الاهلي. المرحله الثانيه بقى من الاهلي اونلاين تي في، احنا في يعني خريطه برامج كامله هنعرضها ان شاء الله على مجلس الاداره قريب، وهنشوف اللي يتناسب، وان شاء الله في اوكي اتفضل. لا ان شاء الله هدفع فيه، لان فيها حاجات مختلفه، حاجات الجمهور طالبها. والمرحله الثالثه بقى هيبقى فيها حاجات مخصصه للناس المحبين النادي الاهلي بقى، يعني المرحله الثانيه هيبقى فيها محبين النادي الاهلي على السوشيال ميديا، ونجومنا بقى الانفلونسرز الاهلاويه اللي دي موجودين. امتى المرحله دي ممكن نشوفها؟ هي خلاص يعني الورق بتاعها جاهز وكل حاجه جاهزه، احنا مستنيين بس الموافقه، وان شاء الله هنلانش على طول. والمرحله الثالثه بقى بقول لحضرتك هتكون بقى للناس المحبين النادي الاهلي، رجال الاعمال والمشروعات الاهلاويه، دي هتكون مخصصه ليهم، بس خليها بقى مفاجاه، ما نحرقش كل حاجه دلوقتي، خليها مفاجاه. وانا سعيد بيك الحقيقه يا احمد، وسعيد بشغلكم، وسعيد بهيثم جدا طبعا، قامه اعلاميه كبيره الاستاذ دندراوي هواري متواجد معانا كمستشار اعلامي، الحقيقه برضو عامل شغل رائع جدا خلال هذه الفترة. التعاون الواضح ما بين الكل، ما بين مع السوشيال ميديا، ما بين قناة النادي، ما بين الشركة الأم استادات، ما بين شركة لايف، الحقيقة الشغل كله واضح للجميع. عشان كده أنا أصريت أن أنت تكون معانا النهاردة علشان تحكي لنا النجاحات اللي حصلت، ولكن إحنا لغاية هنا كالعادة دايما النادي الأهلي كده بناخد وقتنا، بنفرح بنتبسط وكل حاجة، ولكن اللي جاي أصعب بكتير. طبعا احنا موضوع ماتش إن شاء الله كايزر تشيفز اللي هيكون في المغرب ده، محضر له بقى تغطية خاصة جدا، وإن شاء الله نكون متواجدين مع الفرقة في المغرب. وإحنا يعني دايما النادي الأهلي علمنا إن احنا ما نحتفلش غير والكاس في إيدينا. أي نتيجة تانية غير البطولة ده بيعتبر فشل بالنسبة لنا. سواء طلعت مركز تاني، سواء طلعت من نص نهائي، احنا ما بنقبلش بالكلام ده خالص يا كابتن.